أصبحنا أصبح الملك لله ولا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. إحنا في سوق أبو المطامير يوم الجمعة معاكم قناة الموت يوم 19/5/2023 وتعالوا نشوفوا العجميات البقري للتربية مع المعلم صبحي بتاع الجسر المصري. الله أكبر الله أكبر. تحيا مصر تحيا مصر. الله يبارك لك عم صبحي. ربنا يكرمنا والرئيس بتاعنا يجي بالسلامة من السعودية. الله أكبر الله أكبر. ربنا يرجحه لنا بالسلامة يا رب. اللهم امين. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. عمر قد ايه كده عم صبحي؟ نعم عمر سنه. بيقول سنه وشهر سنه يا جماعه. وما في النتايات التربيه. بسم الله ما شاء الله. اللي عايز حاجه بمرض الله يا جماعه. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله. انا جاي لك اهو دقيقه واحده. الله اكبر الله عليك يا نبي. الله اكبر. كم وكم عم صبحي بمرض الله؟ بثلاثة الى 100 و4 الى 100. 33 الى 100 و20. ايوه بسم الله ما شاء الله. و4 الى 100 و34 الى 100. بسم الله ما شاء الله. 24 و23 الله اكبر. 26 و800 اللهم صل على 46800. اللهم صل عليك يا نبي. 46800 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. ايوه اللهم صل عليك يا نبي. اللهم صل عليك يا نبي. الحاج صبحي بتاع القصر المصري يا جماعه ابو حمص الله يبارك له. رقمه 010-23-45 6900. الله يبارك له. اي حد يعوز حاجه يتواصل مع الراي الطيب دوت. اي حد يتواصل معاك تابع قناه المواشي اليوم بالله عليك عم صبحي. الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع يا رب. اللهم امين. صباحك ابد عم صبحي. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. صباح الفل يا غالي. عامل ايه سعاده الباشا؟ الله يبارك لك. عرفنا باسمك. معلم عيد جمعه دوكا. معلم عيد جمعه دوكا يا جماعه. الصريحي الصريحي من ابو المطامير. اللهم صل عليك يا نبي. جيني كريس ابو المطامير. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. معك حاجه غير العاديه؟ معايا اثنين تانيين. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر. عمرها قد ايه تاني؟ عمرها سنه وشهرين. سنه وشهرين يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. حلاوه وطعامه بعد كده ما فيش في النتايات التربيه. اللي عايز حاجه يا رب بما يرضي الله. العرض ياما والطلب شويه في سوق ابو المطامير. يعني السوق ده مرتاح عن اللي فات؟ اه مش كويس عن اللي فات. كويس عن اللي فات. الله اكبر. انا شايف العرض ياما والطلب شويه. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. عامله كام الله وكيل؟ الله وكيل عامله 23500. 23500 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. يعني السوق اللي فات كانت بتعمل كام؟ 25-26. الله اكبر. ربنا يخيع العباد يا رب. ربنا يخيع العباد يا رب. اهم حاجه عود بقك بذكر الله. ربنا يبعد عنك وعننا البلاء. اللهم امين يا رب. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. ربنا يرحم اسمه المسلمين. كام رقمك يا غالي؟ 010 19 55 01 48. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاد. مرحبا. صباحك ابيض غالي. الله يبارك لك ويصلح حالك. اعمل حساب اوعى تاكل حق اليتامى واعمل حساب يوم القيامه. الله اكبر الله اكبر. اوعى تاكل حق البنات حيدوا عليك بعد الممات. الله اكبر. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. اللهم صل على النبي. اول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة. الله اكبر. النهاردة دنيا وبكرة اخرة. الله الله يبارك. وكل يوم العمر بينقص يوم وبنقرب من القبر يوم. الله يبارك لك. ولابد من لقاء الله يا طيبين. الله اكبر. من احب لقاء الله احب الله لقاء. الله اكبر. والغش حرام يا موحدين. لا اله الا الله. وعاوزين نخش الجنه يا طيبين. الله يبارك. وكل سنه وانت طيبين. الله يبارك لك يا حاج عبد القادر. وصباحك ابيض. الله يكون الاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.